بكم، مرحبا بكم بعدا في الحفل ديالي في تطوان. انا فرحان بزاف بالتواجد ديالكم، واولا كنحمد الله ونشكروا على هذا الاستقبال اللي عملوا للناس ديال المدينه ديال تطوان. شكرا بزاف بزاف على الحضور ديالهم، وان شاء الله هذه ماشي اخر مره، باقي ان شاء الله انا في المدينه ديالي. وشكرا بزاف هيسبريس، تهلاو براسكم، تحيه معنا من بلاياشي. صراحة زعما بوبليكو مدخم حيالي، تبارك الله عليكم. وهذا نعمان بن العياشي سوبر ستار ديال تطوان، سوبر ستار ديال تطوان نعمان بن العياشي. وتهلاو براسكم، كنبغيكم بزاف كنبغيكم بزاف كنبغيكم بزاف. هي صراحه هذا الحضور ديالي هنا، انا جيت هنا على نعمان بن العياشي اللي هو صديق ديالي حميم من المدينه ديالي، وانا متواجد دابا في تطوان كندوز الصيف ديالي. وفرحان بزاف، شفت واحد الاقبال خيالي اللي عجبني بزاف، شي حاجه اللي كتشرف المدينه وكتشرف لار اللي ما جيت من تطوان. وهذه لان عندي لي زارتيست من المغرب كلهم صحابي، ولكن كنفرح ملي كنشوف شي واحد من تطوان بلادي. وهذا الانسان هذا تبارك الله عليه عنده مستقبل كبير، هو ديجا كبير ما شاء الله. وشفت واحد الغوات خيالي بحال هذاك الشيء ديال المعلومه، وهذه قلت برافو الحمد لله ما شاء الله، هذا الشيء اللي عملت اتصالات مزيان، برافو برافو عليك. هذا النهار كان تميز بالنسبه لينا، كانت زهره زوينه بزاف، كان فيها نعمان بن العياشي واحد الفنان تطواني متألق جدا، ديما كنعرفو ناجح ما شاء الله عليه. واليوم غادي يحيي الحفل وغادي نكونو كلنا فرحانين، وكلشي جاي من المدن كاملين من المغرب وخارج المغرب باش انهم يشوفوا هذا النهار. وكنتمناو ان شاء الله تكون زوينه بزاف، وكنبغيو بزاف 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 بزاف. صراحه احنا جينا للتطارات على قدر النعمان، الفنان متألق تبارك الله عليه، الله يخلي لينا والله يخلينا التطارات اللي كتحقق الفنانين متألقين بحالو. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتف بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.